عسلامة. عسلامة. بس. الحمد لله. عرفنا عليك. هيفا بن عثمان. منين؟ هيفا. الواد. مرحبا بك. هيفا أنت مقيمة بالخارج. وي. وين بالضبط؟ باريس. كيفاش الأجواء غاديك؟ لعبت تخدم عبت تجري نهار الكل في دودو بولو دودو بولو في غيان دو بلوس. كي نجيو لتونس نتنفسو، كي نجيو لتونس نعيشو، كي نجيو لتونس نحياو، كي نجيو لتونس نلقاو الشمس. مي مالوغوزمون احنا ماناش في تونس، خاطر تونس ما حبتش تحفظ على ولادها. تونس لا غالب، بلادنا مزيانة، بلادنا حلوة، أما شباب ضايع، شباب ياكل في البحر كل يوم، علاه؟ حرام. علاش ما نجموش يخدموهم؟ لي غروس تيت لا اللي في تونس الكل يتفرجوا في الشباب قاعد يحرق كل يوم. ما يخموش شوية؟ علاش تحبوا تنهشوها تونس؟ ماشي خبزة جاتو تونس، كل واحد يجي يحب ياخذ شوية. يا بخي نحب نقول لهم أنا زادة ميساج للعباد هذوما. إن شاء الله تكون طرابلسية وبن علي والبيات وبرقيبة اللي غدر تونس ربي يطيح فيه. واللي يمشي في البلاد هذايا بالخنان ربي يطيح فيه. وشفت كل انسان غرق في بحر ولا تمرمد ولا في رقبه المسؤولين هذو في رقبه العباد اللي خذت فلوس تونس اللي جوعت شبابها. نحن عندنا نواب غراهو داكوغ، اما كي نمشي لبلفيل في باريس نلقاهم يقول لك اعطيني دين اعطيني ان اورو مدام. نقول له ولدي اش تعمل هوني؟ يقول لي جيت نفركس على مستقبلي نفركس على خدمه صافي مالو كوغ. وكاهو معناها نتمنى انا كانسانه نرجع نعيش في بلادي. انا باش في كونسيير دو بوتي باغ اكزومبل باش نجي نفركس مع خدمه لهنا ولا حاجه فين باش نخدم؟ تو يقول لك باخدم في بارفيوميري ولا با ميم حتى الميتي نتاعك تو تروف با. معناها العباد اللي تاثرك فيها واللي تحطك فيها هنا بالعكس يعطيكم قص. سامحني كي نحكي بلغه التوانسه راهو اونتخ غيومي فوالا ولا يخليك توصل داكوغ. انا جي جامي خممت باش نسافر من تونس ولا مكتوب عرست مشيت عشت في باريس داكوغ. مي تو لي جور نتمنى نروح لبلادي. انا عادي شهرين غادي شهرين هوني ما نجمش مكتوب خبزه وكاها وخاطر في بلادي ما نقعد ما عنديش فلوس حد ما يعطيني نقعد بطاله فهمت ما عنديش شوماج ما عندي حد شيء. غادي عندنا لا سيكوريتي نقول الامان سي تو. معناها كي تباكي يطردك عارفك غادي تلقى شوماج. هنا كي يطردك عارفك تو فاش كوا عندك ما تعمل تقعد في الدار ولا تمشي تسرق ولا تمشي تخطف. انا توا جايه من هوني تكلم راجلي بالتليفون زوز ولادي تشماو عليا معناها افهم مانيش اون سيكوريتي جو مسون با اون سيكوريتي في بلادي. حتى التليفون جوش نهزو خاطر هذاك لا بزوا بيه التليفون. انا ما نقولوش علاش تسرق فيه ما نقولوش وي تاغيزون مي شباب ضايع روش ما نبروش شباب ضايع سيتو. شباب يحب ياكل خبزه ما لقاش بطال يشوف في صاحبي يلبس في النايك يشوف في الاخر لابس دراشنيه فوالا سي كوم سا. شو تحبني نقول لك؟ قداش عندك انت خرجت؟ انا 2009 تو عندي 13 ans. كيفاش الوضعيه ترى؟ فين؟ في تونس. انا بعد الثوره يمكن روحت بعد 3 سنين من الثوره. كي تهبطت في مطار تونس ديجا بكيت. سي با ما تونيزي ما نعرفهاش. اللي تريستوني دون فاسون تيريبل. الزبله بارتو فوضى. واقفه في فروج يزمر عليا يقول لي اطلع وكلام زايد وكلام خايب. سي با ما تونيزي كو جو كوني. خفت منها تونس جامي خفت. انا بتحق الواد ما ثلاثه نتاع الصباح نمشيو للكرم على ساقينا كنا في عاد بن علي نمشي ناكل اللبلابي. توا جو با اوزي ما نمشي حتى لاخر بور دو فرانس باسكو جي بور خاطرني خايفه في بلادي. اوكي الامن بارتو مي ساعات الامن هذاك هو حدو هذاك هو فوالا معناها الوضع. مي انا توا عندي توا جماعتين ملي جيت والله كي جيت مره هذي جو سي با حسيت فما اسبوار. دخلت للمدينه دخلت للاسواق حسيت فما حركه حسيت تونس تحب ترجع تونس تحيا تحب ترجع تونس. يا ربي يحميك يا تونس وكهو باسكو لا جي بلوغي. نحب بلادي ونحب نراها مش كيما يقولوا دبي دبي. احنا نهش في الكره الارضيه. كان رجال بلادي الكل هذوما لاباس عليهم يحطوا اليد في اليد تونس تطلع لاباس ونطلعوا على الناس الكل وفرنسا وغيرها اللي ياخذونا في ثرواتنا وكل شيء ونمشيو لهم غاديكم ويحبوا يطردونا ويقول لك لي غاسيس لي ميغري درجنوا. احنا نعيشوا في بلادنا دي برانس باهي. مي حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان كلي دينار مش دينار فرانك من عرق التوانسه وغربهم وشردهم ومرمدهم. حسبي الله ونعم الوكيل ونتقابلوا نهار اخر. شفتوا اللي غرق في البحر مش يجيك نهار اخر راهو مش يقول لك انت غرقتني مش يقول لك انت بكيت لي امي داكوغ
وان شاء الله تنفعك الفلوس، وان شاء الله تنفعك الاراضي والديار اللي هبتوها. حسبي الله ونعم الوكيل 100 مره في كل سارق وكل خاين لتونس. حكيت على الامل. Il faut avoir toujours l'espoir. ولا نقنط من رحمه الله. داكوغ؟ مي امان يا توانسه احنا يلزمنا نتبدلوا. احنا يلزمنا نتبدلوا، احنا يلزمنا نغيروا من رواحنا. احنا ما عادش نطيشوا الزبله في الشارع. احنا اون دوا بروفي. داكوغ؟ خاطر احنا الجيل، خاطر احنا تونس. هذوكم السراق هكا العزايز، شكو جو ديغ سي العزايز المكملين اللي نهبوا تونس واللي كلاوها. اون سون فو. اللي في الحبس في الحبس، واللي مريض بمرض خايب، واللي درا شنوا ربي في الوجود. اما احنا اليوم قادرين باش نرجعوا تونس خير من قبل. يرحمك يا بورقيبه. علمت المراه التونسيه وخليت المراه التونسيه تحكي هكا. مادام انا شوي نخدم في فرنسا، معناها نخدم مع الناس، مع الببليك، مع العباد. يقولوا لي المرأة التونسية سي اون فيغتي. اوني دي فيغتي مدام. والله ساعات يقول لك نحن ما عندناش مساواة، نو نو ما نحكيش على المساواة، هذاك الدين ربي خلقه اللي قالوا في القرآن جو لاكسبت، مي مساواة سي فغي، باسكو ما نخرج الصباح نخدم وراجلي يخرج الصباح يخدم، داكوغ؟ هذه المساواة، أنت تعاوني أنا نعاونك، باسي سا، فوالا. الشعب التونسي كيفاش تراه اليوم؟ الشعب التونسي ضايع. اللي عنده فرنك ماذا بيخ بيه تحته. ناس كل خايفة من غدوة، وعندهم الحق راه، عندهم الحق. إذا أنا نمشي للمرشي حلفة وينا، يعني المرشي زويولة، وترى الأسوام وترى كاف فريكاسي ولات بدينار، أمان، معناها هذيا ماكلة الفقراء معناها راهي، المينيموم، إذا كاف فريكاسي بدينار، أمان كي باش نخرج عائلة مع خمسة صغار 5000 كاف فريكاسي، معناها أبسط حاجة مش باش يعشيهم، إنا با لي بوزوا لي موايان باش يعشيهم في غيستورون، يقول لك نهزهم نشيو كاف فريكاسي، كاف فريكاسي بدينار يا مدام. وين ماشيين احنا؟ انا نعيش في باريس مدام، فما مجازان غاليه، مجازان رخيصه، فما معناها الزوالي يعيش، الزوالي ياكل، هنا الزوالي يموت، ولا يمشي يطلب ولا يمشي يسرق. هذا راه في التوانسه، والراه في التوانسه تقسموا توا. فاش تقسم؟ قسموا، راه في التوانسه فاهمين الدنيا وفاهمين اللعبه، والراه في التوانسه مساكن مازالوا في عهد جاهليه نقول احنا، يصفقوا لهم يمشي وراهم، يصفقوا لهم يقولوا لهم وي. مي نقول لكم راكم ذكيين يا توانسه، رانا قرينا، رانا مثقفين، رانا مش جهلاء، ما عادش تخلي حتى حد يلعب بيكم. ايبا فوالا سي تو، معناها ننساو الاحزاب وننساو كرويق وننساو، ما نجموش الشعب جاي عمان. ولا معناها يفرك في اي حاجه باش يجيب الفلوس. ويبيع بلاده باش يجيب الفلوس. سي تو. هذا اش قاعدين نراو؟ معناها انا كراو في الانتخابات الرئاسيه ترى لو ميم بيرسون معاك اربعه يدور وهو يعيط عليه خاطر يفركس في خبزه باش ياكلها، يسون فو من العلم، ما على بالوش بيه العلم راه. اعطيه معناها جوست اللي باش يخلصوه من بعد يمشي الاخر يخلصوا، ما فماش، وفما شعب واعي، وانا نتوجه بالكلام هذا للشعب الواعي ولشبابنا، ان شاء الله غدوه خير، وان شاء الله تونس ترجع خير، واحنا بيدينا نخليو تونس في العلالي وكهو. شباب كيفاش ترى؟ والله عندنا شباب مثقف برشا، معناها اون فيغتي، صافي مالو كوغ، اوكي، وهي هذيا اللي خلقت المشاكل هذيا، نعرفش معناها واحد تلقاه مثلا ولد حي زهور، والاخر ولد لاك ولا ولد بون، سي با لا ميم كاتيغوري، وقراو في نفس معناها النيفو نتاع القرايه، وقراو في، مي الاخر امه وصلته، الاخر ما امه ما تنجمش توصله، فما اللي ينجم يوصل يحط في قلبه. مي نو معناها شباب نحس فيه ضايع ضايع برشا، و والله اي واحد تحكي مع شباب يقول لك وقتها نقطع من تونس، وليت امل وليت امنيه وقتاش يقطع من تونس، صافي مالو كوغ راهو، وفي كي يخرجوا للاوروب، اما راكم تبيتوا في الجرد يا الاولاد، راكم قدام السفاره نتاع تونس تطلبوا في انورو في دوغو، مانيش نعظم مانيش نقول لكم علاش، مي خمم الف مره و100 مره قبل ما تمشي، سي لا ميرد، شفت هنا عند كميمتك تحطك تحتها. اما غادي فما جرده تلمك وبرد يقتلك، ما يرحمكش غادي حتى حد، ولد بلادك يراك ويتعدى، ما عادش تحرق وما عادش تخمو باش تحرقوا، عندنا برشا حاجات في تونس، حلوا مشاريع للعباد يجيبوهم اللي سرقوا تونس، قولوا لهم حلوا مشاريع كيما عمل السيسي، يا قيس سعيد سي تو بلي، انقذها تونس، ما كنتي لا غروس تيت تو في تونس، انت الدماغ تو، احنا معاك، انا جو كوني مام با ومعناها جيتي بور. خاطر كان نوتر كان شجع الشباب فوالا
سي تو معناها ان شاء الله. والله ما عندي ما نزيد نحكي خاطر كان باش نقعد نحكي مدام ما عنديش باش نسكت جمله داكور. ان شاء الله تونس غدوه خير وان شاء الله شبابها غدوه خير. اي سي تو.